في ظل المناخ المليء بالخوف والاحتراز من جائحة كورونا العالمية التي تسببت في شل الحياة بشكل عام والكروية منها على وجه الخصوص في مختلف بقاع العالم، عاد الحديث منذ أيام عن الأسماء المرشحة لمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع اقتراب نهاية حقبة الملغاشي أحمد أحمد في فترته الثانية على الكاف. ومن أبرز تلك الأسماء رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي الملغاشي أحمد أحمد الطامح لولاية ثالثة مع اقتراب نهاية مأموريته في مارس من العام المقبل. أسماء عربية حاضرة في المنافسة على المنصب الإفريقي كرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة الذي يتسلح بتحقيقه إنجاز التأهل التاريخي للفراعنة لكأس العالم مع إخفاقات قارية. ثاني الأسماء العربية هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وهو عضو بالاتحاد التنفيذي للكاف، وحقق تونس في عهده وصولا لنصف نهائي الكان الماضي. تونسي آخر يرغب في رئاسة الكاف هو طارق بوشماوي عضو الاتحاد التنفيذي للكاف وعضو المكتب التنفيذي للفيفا بالإضافة لأسماء إفريقية أخرى. غير أن ترشح أحمد واليحيى رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم للمنصب ليس فقط مفاجأة هي الأولى من نوعها، بل يعتبر ملفه اليحيى من أبرز الملفات المنافسة على رئاسة الكاف ليس فقط كأول موريتاني يدخل السباق الدولي، بل تسبقه تلك الخطوات الهامة التي قطعها في مشواره المحلي على رئاسة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم كوصوله بمنتخب مرابطون للكان في النسخة الماضية لأول مرة في التاريخ، ووصوله بالمنتخب المحلي للشان مرتين. كما يحظى الرجل بعلاقات قوية مع الاتحادات الإفريقية وداخل أروقة الفيفا، وهو ما يجعله اليحيى يملك حظوظه وافرة بالمنافسة على هذا المنصب الدولي.